الحاجه اللي انت بتقوله ده يا حمدي؟ بقول لك هو ده اللي حصل يا سلمى بالظبط. يا حبيبي انا لو صدقت الكلام اللي انت بتقوله لي ده يبقى عيب عليا اشيل كارنيه الصحافه اللي معايا. في حاجه اسمها متهم اترحل من اسم الاسم بمحضر رسمي وملوش اي بيانات شخصيه، لا مهنه لا سن ولا محل اقامه يا ستي، ولا حتى رقم بطاقه. لا يبقى اشتغلوك في اسم الهرم يا حمدي وادوك اسم ملوش وجود. لا ما تقوليش كده، ده الضابط اللي مديني المعلومات دي صاحبي مش مصدر عادي يا سلمى. اوكي يا حمدي انا هنزل بكره العباسيه وهدور على الاسم بنفسي وان شاء الله هوصل لحاجه. متشكره على تعبك معايا. سلام. يا ربي على النحس. انا مش فاهمه انت تعبه نفسك قوي كده ليه؟ ما احنا عرفنا ان هو في اسم الخليفه، ما تروحي له بكره. اتجننتي؟ ما انت لسه عارفه ان انا عامله مصيبه هناك وداخله عليهم بوش حقوق الانسان. يا ستي ما تروحي بنفس الوش. هتتقابلي المساوج اللي انت قلتيلي عليه اسمه حازم ده، ممكن تطلعي منه باي معلومه. انا ايش ضمني بقى ان حازم ده نفسه ما يكونش اتحرى عني بعد ما مشيت وعرف ان انا زفت صحفيه؟ يا ستي صباح الفل، انت فاكره ان الداخليه فاضله الامثال تقعد تدور عليهم وتتحرى عليهم ولو ساعه زمن؟ خطر برضو يا نجله، خطر ومغامره انا مش قدها دلوقتي خالص. سلمى سلمى عايزه ايه؟ بصي يا حبيبتي انا استاذنت من بابا عشان اجي اقعد معاكي نتفرج على فيلم تافه، حاجه فاشله، نرقص بلدي، نعمل اي حاجه جديده، نبعد عن الشغل، مش هقعد طول الليل اتكلم في الشغل وقرفه. انا مفيش حاجه ممكن تفكني غير الشغل، ومفيش حاجه ممكن تنسيني الماضي الزفت اللي عشته غير مستقبل منور ومنور قوي كمان يدي على كل الضلمه اللي عششت جوايا. كده بقى احنا قلبنا على مسلسل مكسيكي. اقول لك على حاجه، خدي كلي المقرمشات دي. مسلسل مسلسل فعلا. ازاي تعمل دي؟ اكيد اللي اسمه محروس ابو خطوه ده مسجل قديم في دايره اسم الخليفه، يعني احنا لو رحنا ولفينا لفه حلوه كده اكيد هنلاقيه في حواري من حواري السيده. استغفر الله العظيم يا رب، للدرجه دي الناس تعبانه ومش لاقيين يعيشوا؟ واكتر من كده يا فندم، والله ده اللي بحكيه لحضرتك ما يجيش ربع من الناس شايفاه من مرض وبهدله وفقر ومحدش حاسس بيهم اصلا. وطبعا الديون والكمبيالات والاقساطات ما وصلهم، ودي حاجات اصلا كفيله بانها تسجن اي حد من جلسه واحده. وكتير منهم جدا ما معهمش حتى اتعاب المحاماه ولا مصاريف المحكمه. لا حول ولا قوه الا بالله. ادي الحكومه يا ستي، الحكومه اللي بتغني على الفقراء طول اليوم وبتستخدمهم عشان تضحك علينا في الجرايد والمجلات والتلفزيون. استغفر الله العظيم. يا فندم انا بجد ما كنتش متخيله انك شايل هموم الناس للدرجه دي. اكيد اكيد خدتي عني انطباع غلط زي ما كل الناس ما بتعمل، وده طبعا بسبب اسمي واسم العيله ووضعنا الاجتماعي. بس بكره تطلعي على الشغل بتاع الشركه وتفهمي احنا بنشتغل ازاي. انا بجد دلوقتي نفسي اشتغل معاك اكتر من الاول مليون مره، ومستعده كمان ابتدي دلوقتي حالا. ان شاء الله يا شيرين، بس في الاول عاوز اديلك فتره كده تتأقلمي بيها مع المكان وتتعودي على الناس، وفي نفس الوقت يعني تتمرني. وتعالي نقول اننا هنبتدي ب 5000 جنيه. كام؟ 5000 جنيه. وده مبدئيا هيزيدوا طبعا اول ما تمسكي اول قضيه ليكي. رجاء خدش لي بعد اذنك. يا فندم انا ما كنتش احلم بربع المبلغ ده اصلا. لا ما احنا اتفقنا خلاص، انت تحلمي براحتك عشان ما حدش هيصحيكي. رجاء بعد اذنك خدي الاستاذه الشؤون القانونيه، خليها تقدم ورقها وتمضي العقد وتستلم شغلها في اقرب وقت. تحت امرك يا فندم. انا بجد متشكره جدا، انا مش عارفه اشكرك ازاي وباي كلام، بجد متشكره. ما غير كلام، الكلام ده شغلانتنا احنا، انت تشكريني بالشغل، الشغل بس. ان شاء الله يا فندم. ان شاء الله. اتفضلي. ميرسي يا يا استاذ خالد. هتروح مع الاستاذه شيرين الشؤون القانونيه وتخليك معاها لحد ما تخلص كل اجراءاتها وتسلمها مكتبها فورا. حاضر. مبروك يا استاذه، الف مبروك. الله يبارك فيكي، ميرسي قوي. يا ما انت كريم.
ممكن افهم ايه اللي بيحصل ده يا فؤاد؟ مالك يا حبيبي فيه؟ اظن احنا اتفقنا انك تهدي كده وتعقلي وتركزي في شغلنا وخلاص. ده لما يبقى شغل مش اغراض تانية. لا حبيبي ده شغل وشغل عالي قوي كمان. فؤاد انا مش غبية يا فؤاد، البت حلوة وصغيرة وانا عارفة انك بتروح فين وعلى مين. في يا رورو يا حبيبتي، يعني انت تفتكري انا هشغل واحدة عندي هنا في المكتب عشان بس حلوة او عشان عيني زغت عليها؟ يا سلام، وانت كنت حبيتني لما شغلتني ولا جبتني عشان انت في الاصل كنت معجب بيا؟ استغفر الله العظيم. لا استغفر الله العظيم، والجو ده ايام الانتخابات اللي جايه ان شاء الله. انا رجائي يا فؤاد رجاء، لا صحفيه ولا مذيعه، وعموما خلينا في اللي احنا فيه. ايوه خلينا في اللي احنا فيه. انت عارفه يا رجاء حبيبتي، البنت اللي انت متضايقه منها قوي دي انا جايبها ليه؟ انا اصلا جايبها عشان الانتخابات. البنت دي هتبقى الكوبري ما بيني وما بين الناس في السيده نفيسه. وانت عارفه يا حبيبي، لو خطر لك بس انك تهبلي قدامها او انك توريها انك بتغيري عليا، ولو الدنيا كلها باظت ساعتها انا هكره صنف الستات دي كلها وبالذات انتي. اتفقنا؟